فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفقه في الدين، منزلة الفقه في الدين، وهذه منزلة قلما تنبه إليها أصحاب المقامات والمنازل، ذلك أنه قد درج خطأ شنيع في بعض الكتب التي فرقت بغير حق بين الشريعة والحقيقة، وما كان لأحد أن يفرق بينهما إلا جهلا أو عدوانا، وجعلوا الشريعة للأحكام الفقهية العملية، وسموا أهل ذلك بالفقهاء، على أن الحقيقة إنما تتعلق بالسلوك إلى الله عز وجل وبفقه القلوب، وجعلوا ذلك خاصا بقوم آخرين لا علاقة لهم بالفقه ولا بالفقهاء، سموهم حينا قوما وحينا متصوفة وحينا آخر أهل تربية وسلوك إلى غير ذلك. قلت هذا ظلم، أي الفصل بين الشريعة والحقيقة ظلم. فإذا كانت الشريعة هي العلم بأحكام الله العملية من الحلال والحرام، فإن ذلك لا ينفع إلا إذا بنى على صدق توجه إلى الله وسلوك صاف خالص مخلص. فلا يعقل أن يكون فقيه أو عالم بالفقه وبالشريعة خاليا من الأذواق الربانية ومن المواجيد الرحمانية، فإذا كان ذلك كذلك فهذا لا حظ له من الفقه على المعنى الصحيح لكلمة فقه في الكتاب وفي السنة، وسنتحدث عن هذا بحول الله. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن العظيم قبل ذلك وبعده أن عبر بالفقه عن هذه الأحكام الجزئية وحسب، بل هي جزء من الفقه، وإنما الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يشمل فقه الأحكام وفقه النفس أيضا، ومن غاب عنه هذا فإنما أخذ نصف الفقه ولا وصول بالنصف، وإنما الوصول بالشمول وبالكمال إلى الله عز وجل. والذين تعبدوا وسلكوا إلى الله عز وجل زعموا بأذواق القلوب تركا للشريعة ولفقهها وعادوا الفقهاء، فهؤلاء جهلة وهم إلى الضلال أقرب منهم إلى الصواب، والله عز وجل لا يعبد بجهل إنما يعبد بالعلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، فلا قول ولا ذكر ولا عمل، أي لا عبادة ظاهرة أو باطنة، لا عمل، عمل الجوارح صلوات وأذكار وصيام إلى آخره وصدقات وبر، ولا عمل القلوب من مقامات الإيمان وأحوال الإحسان، لا قيمة لذلك كله إن لم ينبني على علم. وهذا الانفصام، يعني هذا التفريق النكد المجانب للصواب بين ظاهر الشريعة وباطنها ما قام به أصلا إلا الزنادقة في التاريخ، ومع الأسف انطلت الحيلة على كثير من الناس ففرقوا بين ظاهر الدين وباطنه، وإنما الدين كل لا يتجزأ. ولذلك قلت مع الأسف، مع الأسف الذين تحدثوا عن المقامات والأحوال نادرا ما تحدثوا عن منزلة الفقه، فينبغي أن تعتبر منزلة من منازل الإيمان، وهي كذلك عند المحققين كابن القيم رحمه الله وقبله الإمام عز الدين بن عبد السلام، وكذلك كثير من العلماء الذين جمعوا بين ظاهر النص وباطن النص، ومن أواخرهم الإمام الشاطبي رحمه الله الذي جمع بين هذين جمعا عجيبا وتوفيقا لطيفا قلما وجد عند غيره، الذين جددوا الدين وجددوا سلوك المسلمين إنما فعلوا ذلك بالجمع بين الأحكام الشرعية وقواعد الحلال والحرام والأمر والنهي، وأيضا بين مواجيد القلوب ولطائف الإشارات وحلاوات الإيمان، وكذلك كان الإسلام على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت أصر وأؤكد على أن المؤمن لا يكمل سيره إلى الله بل لا ينطلق إلا إذا أدرك هذه المنزلة وحققها في نفسه تحقيقا، منزلة الفقه
الفقه في الدين. ولقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية من اللطائف والبصائر العجيبة في القرآن التي يجب أن تفهم على وجهها الصحيح كما فسرها السلف الصالح، فليست مقصورة على فقه الأحكام العملية وحسب، كلا، ولا هي متعلقة بفقه القلوب فقط، كلا، بل هي على مفهومها القرآن. ولقد قلت قبل: مفهوم الفقه في النصوص القرآنية والحديثية مفهوم شامل، على غرار حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام البخاري ومسلم كلاهما، فهو متفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكثيرا ما يستشهد بها في تزكية فقه الفروع من الحلال والحرام. صحيح، هو بعض المقصود وليس كل المقصود. وبيان ذلك أن قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أولا هذا تفريغ سبحانه وتعالى وأمر للمسلمين عامة بأن يفرغوا شبابا للعلم وللتعلم، وإنما يتفرغ لاكتساب العلم الذي يحتاج إلى طلب وكد واجتهاد. ولذلك فهو ينصب بالقصد الأول هاهنا على فقه العلم، أي الأحكام وما تنبني عليه تلك الأحكام من أصول وقواعد إلى غير ذلك مما هو معلوم في العلم ولدى العلماء. وهذا أمر واجب على الأمة، وإذا تعين شخص لذلك فقد تحقق وتحتم عليه الوجوب. يعني إذا كان واحد من الشباب شاف راسه أهل للعلم والتعلم باش يقرأ، راه ما عندوش الحق يمشي ويخلي العلم، لا يجوز له. ومنذ القديم قال ابن حزم الأندلسي رحمة الله عليه في تحقيق وجوب التعلم للعلم الشرعي، قال في ذلك: لو أن قرية أو مدشرا من المسلمين خلا فيهم العلم والعلماء لوجب عليهم أن ينتدبوا من يسافر ويرحل لطلب العلم حيث يكون. لو أنه يكون شي دوار ولا شي قصر ولا شي مدينة ما بقاوش فيها العلماء، تفقدوا راه وجب على هذوك الناس اللي ساكنين في هذوك المدينة ويتحاسبوا عليها يوم القيامة إلا ما داروهاش. واجب عليهم بأن يبحثوا عن شباب صالحين ينفقون عليهم ويرسلونهم بمنح علمية دراسية مالية إلى حيث العلم، يدرسون ويتضلعون منه ثم يعودون إليهم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. ثم المعنى الثاني أن الفقه في الدين في الآية، صحيح قلت ينطلق من العلم أي من الأحكام وما تقتضيه الأحكام ابتداء من أصول وقواعد، ولكن بشرط أن يكون هذا العلم فيه أذواق الإيمان وحلاوة الإحسان، لا بد حتى يثمر إصلاحا في المجتمع. أي قيمة للعلم إذا كان هذا العلم في الرفوف أو في ذاكرة شخص ينام به ويسرب به النهار لا يبالي أين ذهبت ريحه، أإلى الحق أم إلى الباطل، لا قيمة لهذا العلم، بل هو وبال على صاحبه وربما كان وبالا على المجتمع. وإنما العلم ما أفاد عملا، وقد قال العلماء قبل في قاعدتهم المشهورة: كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. من العلوم الشرعية العلم اللي ما يعطيش نتيجة في الصلاح والإصلاح باطل، لا قيمة له، بل هو وزر على صاحبه وكل على مولاه. وبيان ذلك في كتاب الله حينما قال سبحانه في الآية نفسها: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وها هنا إشارتان بل عبارتان صريحتان: لينذروا، وإنما النظارة صلاح وإصلاح للقلوب، الإنذار بالعلم والتحذير من عقاب الله ومن اليوم الآخر والتذكير لهذه الأنفس الشاردة التائهة الضاربة في المعاصي والمصائب والموبقات، إنذارهم وإشاعة النظارة فيهم لعلهم يحذرون. وإنما الحاضر
يقع بالقلب. وأي قلب؟ قلب الخائف. حذر، يبقى رد بال الإنسان. من يحذر؟ إنما يحذر الخائف، وإنما الخائف من عرف الله حقا وصدقا. لأن من لم يعرف الله لا يحذر. علاش كتخاف من الحاجة؟ في المثل المادي الاجتماعي البشري، ولا مشاحة في المثال، ولله المثل الأعلى. تخاف من واحد الحاجة إلا عرفتها كتأذيك حقا أو وهما. كيمكن واحد يخاف من حجرة وخا ما كتأذيه، ولكن هو توهم أنها تؤذي. كالذي يخاف من وثن أو شجر يعبد من دون الله، يقول له عنده يأذيك، فإذا توهم أنه يؤذي حصل له خوف وهما. فإذا اعتقد شخص أن شيئا ما يؤذي خاف منه فحذر منه. والأولى بالمؤمن أن يخاف ربه، ولا يخافه إلا إذا عرفه، لعلهم يحذرون. فمعنى ذلك إذن أن هذا العلم أو أن هذا الفقه في الدين كان يعرف الناس بالله، لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هم يكتسبون أولا فقه في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهم بإنذارهم ينذرونهم ممن؟ ينذرونهم من عذاب الله ومن أمر الله. بأي شيء؟ بالفقه في الدين. هم تعلموا الفقه في الدين، فوظفوا الفقه في الدين وأشاعوه في الناس على أنه علامات. ما كيقوليش الحرام حرام تعطيها له بحال القرطاسة، لا لا تفيد. وإنما الحرام علامة على عذاب الله، وإنما المكروه علامة على ما يبغض الله، وإنما الواجب علامة على ما يطلب الله، وإنما المندوب علامة على ما يحب الله. فلو عرف الناس الفقه هكذا لعرفوا الله حقا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا خوفوهم وعرفوهم بالله حذروا آنئذ من الله ومن عذابه وعقابه. فالفقه في الدين إذن معنى شامل كامل، ما هو شيء متعلق بالأحكام الفقهية وحسب، ولا هو متعلق بفقه القلوب وحسب، بل بهما معا على أنهما شيء واحد. وعلى هذا المعنى يحمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا. سيدنا محمد ما كيلعبش بالكلام، خيرا يفقهه في الدين. إلا بغيت تفهمها بأنه فقط الفقه في الدين هو حفظ، حفظ بن عاشير وحفظ خليل، مزيان حفظ، ولكن كثير ممن يحفظ لا خير فيه. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإنما الفقه في الدين إذن ينتج الخير لصاحبه، فإذا لم ينتج خيرا فليس بفقه في الدين. ماشي تقول له ودي فلان راه فقيه وما فيه خير، لا ما فقيه شيء إطلاقا. وإنما الفقيه من أراد الله به خيرا وظهر الخير عليه وعلى يديه، هذا فقه وفقيه، هذا هو الفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه جملة شرطية، وجواب الشرط من فوائده اللزوم والحتم، يعني واحد زائد واحد تساوي جوج. إلا بغى الله بك الخير راه يفقهك في الدين، وإلا فقهك في الدين راه بغى بك الخير. فما يمكنش إذن تكون فقيه في الدين وما عندكش الخير، أو عندك الخير بلا فقه في الدين، هذان لا يجتمعان، لا يمكن. فإنما الخير بالفقه في الدين، وإنما الفقه في الدين خير. ذلك نص تعبير القرآن ونص تعبير السنة، وهكذا ينبغي أن تفهم الأمور على سبيل الموافقات، توفيق يعني ربط وتأليف، ماشي تجزيء وتقسيم وتشتيت للدين، ونجعل الشريعة فواد والحقيقة فواد آخر. فإذا كانت الحقيقة بوحدها الشريعة إذن ماشي حقيقة، كذوب، غلط، ظلم، جهل، دسائس. دسائس يعني شي مطورين من الشياطين في التاريخ قديم داروا هذه التفريقة. هذه في أيام كانت الأمة كتهود لحضيض الجهل، وما دخل الاستعمار إلى البلاد وإلى العباد إلا وقد وجد العقول قد بعدت عن القلوب، ووجد القلوب قد تعادت مع العقول. العقل مشى بوحده بلا قلب، وذكاء الإنسان بلا إيمان يقوده إلى الجحيم. أن التطور بلا نية
تديم لها البلاء، والنية بلا عقل تضل صاحبها وتجعله يعبد الجهل. وهذا من الأسباب الرئيسية للاستعمار كما اسمه مالك بن نبي رحمه الله القابلة للاستعمار. كانت لنا أي لأمتنا كانت لديها قابلية للاستعمار، انهيار نفسي وخراب في مفاهيم الدين وفي سلوك المسلمين. فآل الأمر إذن إلى أن الفقه في الدين من حيث هو منزلة إيمانية ومقام من مقامات مدارج السالكين إلى رب العالمين يجب تحصيله على كل مسلم في نفسه. آل أمره إذن إلى أنه كما سأبين بحول الله بتفاصيله أقسام ثلاثة أو مراتب لا تقوم واحدة منها إلا بالأخرى. حال شيء طبلة عندها ثلاثة درجلي، إلى طاحت لها واحدة تميل ما تشدش التوازن. فالفقه في الدين ثلاثة مراتب لا يكمل على حقيقته إلا بها. المرتبة الأولى ما ذكرت من علم أحكام الشريعة، وهو واجب الضروري منه على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أي علم؟ العلم الذي لا يمكن للمسلم أن يعبد الله إلا به، ويختص كل ذي حرفة ومهنة بشيء زائد على جمهور الناس بما يناسب حرفته ومهنته. وهنا أبين أمرا بحول الله، صحيح أن المسلمين كيقلبوا على أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج شيء حسن بل واجب وضروري، لأن ما يمكن لك تصلي إلا إذا كنت فقيه بأحكام الصلاة على الأقل فيما يخصك في عبادتك لربك مما هو ضروري ويوم. وكذلك في الصيام والزكاة والحج، وكينساو كثير من الناس باللي راه لا عنده شي حرفة خصو يكون عرف أحكامها العملية أيضا من الحلال والحرام وجوبا مش الخطر بالسيف عليه. فلا يجوز لشخص يمارس تجارة الصرف مثلا كي يبيع ويشري في العملة، لا يجوز له أن يكون جاهلا بأحكام الصرف في الإسلام، لأنه إذا جاهل بذلك معناه سيأكل الربا من كل باب يعيش بالحرام. فلا يفرق بين ربا الفضل ولا ربا النسيئة، ولا متى يجوز له أن يأخذ فضلا ولا متى يجوز له لا يعقد صفقة فيها نسيئة وتأخير إلى آخره. كتخدم في الفلوس خصك تعرف أحكام الفلوس في الشريعة، كتخدم في التجارة ديال الثوب مثلا واجب عليك أن تعلم أحكام العقود التجارية العامة وخاصة فيما يتعلق بأمرك، واجب واجب مش الخطر. وأعطي مثالا، مثل مجرد مثل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الثابت عنه الصحيح عن بيع المنابذة. شنو هو بيع المنابذة؟ المنابذة من النبذ، مصدر دال على المشاركة، نبذ الشيء ينبذه أي أرماه وألقاه فنبذ بالعراء وهو مذموم، أرمات الحوتة سيدنا يونس. فكانت العرب كدير واحد البيع وشراء شي مرات شبه ما يكون بالقمار بحال القمر. كيجي واحد أعرابي على ناقته وواحد آخر على ناقته أو على حصانه، وعنده الكيس أو الشواري فيه واحد التوب، هذه في تجارات صحاب التوب مثلا، وكيقول له أرمي لي هذاك التوب اللي عندك ونرمي لك هذا التوب اللي عندي أو هذه الفلوس، ينبوذ له وينبوذ إليه ذلك دون أن ينشره بلا ما يسرحوا ويشوف فيه واش فيه شي تقبى ولا فيه شي واد ولا فيه شي درب ولا فيه شي مشكل عيب من العيوب، ما يعطيش فرصة يحلته، كيبيع له هكاك مجموع. هذا غرر، غرر يعني إما ربحة إما ذبحة، غرر كيسميه الفقهاء. فلازم في ذلك أن يبطل مثل هذا العقد، خصو يبين له مزيان شوف هاد التوب كيداير ولا هاد الزربية حلها فرشها عادي تم العقد عليها والثمن ديالها حتى ترى كاملة من طرفها إلى طرفها. وعلى ذلك يقاس أي حاجة اللي خصها تعرف من الداخل ستفتح عاد تباع. ولا هادوك اللي يبيع ويشري في البال مثلا كيجي ويبيعوا واحد الركام ديال البال ما معروف واش فيه الشراوط ولا السراول ولا القماش ولا اش فيه، شري هكا هاد الشيء وجب فتحه وتبين أنواعه، اللهم إلا إذا كان عنده كشفون بذلك، عنده شي وثيقة ولا ورقة اللي كتقول عندي قده وقده من سروال، عندي قده وقده من قميجة، وها النموذج ديالهم، يعطيه واحد السروال واحد يشوفه بحال هذا، كاينين مثلا 100 هنا وقميجة بحال هذه، كاينين 50 هنا، فيصح العقد آنئذ. أما باش يبيع واحد البار ما عرفش فيه يمكن يفتحوا يلقاه كله خاوي
غير أشياء مصالح الوالو، أو يلقى شي حاجة اللي مهمة جدا أكثر بكثير من الثمن الذي انعقد عليه العقد، بحيث صار الثمن فيه غبنا للبائع. كل ذلك قمار، وهذا مجرد مثال فقط. وإلا فكل السوق، ما كاينش شي حرفة اللي خارجة من الفقه، كل حرفة، اللي بيع ويشري في الزرع، اللي بيع ويشري في التوب، اللي بيع ويشري في الدواء، اللي بيع ويشري في أي حاجة، فوجب عليه أن يعلم أحكامها. وملي ذكرت الدواء نذكر واحد القاعدة في الفقه، الذي يزعم على الناس أنه طبيب، خاصة لما سطب الشعبي، لا أتهم الكل ولكن أحذر بالله، راه كاين أحكام وجب فقهها. إلا أنت راسك خاوي من تاع الشبت ما كتعرف فيها والو، وزعمت على الناس هذا دواء المصران، هذا دواء المعدة، وأنت جاهل، فإذا أدى ذلك الدواء إلى تسمم في قلبي أو بدني مستهلكين فعليك إثمه. راه ما سهلاش، راك بعت له السم وأنت تتحمل وزر ذلك. منين جاء هذا الكلام؟ من قاعدة الفقهاء المستقراءة من الأصول، وهي قولهم: من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان. تطبب درس طبيب عصري ولا شعبي ما كيهمش، طبيب يمشي يشري شهادة من شي دولة، بحال الطبيب العصري بحال الشعبي، ما يعرف شي يفرق بين الداء الفلاني والداء الفلاني، ويشخص وهو جاهل بالتشخيص، ويصرف لك الدواء وهو جاهل بذلك، فعليه الضمان. إلا ما ضمن هنا يضمنك غدا يوم القيامة عند الله عز وجل، تؤخذ من حسناته أو توضع على سيئاته، إن لم تكن له حسنات تؤخذ من سيئاتك وتوضع على سيئاته. من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان. هذا فقه، هذا النوع هذا من الفقه مش واجب على كل شيء يعرفه، لا، اللي واجب على عموم الناس إنما هو فقه الأصول التعبدية، كيفاش تصلي، كيفاش تصوم، كذا إلى آخره. لكن فقه الاختصاصات المهنية واجب على كل حرفة فمالها. أنا ماشي واجب عليا نمشي نتعلم أحكام الطب، لأن ماشي طبيب، وماشي واجب عليا نتعلم أحكام التوب وما يتعلق به، لأنني لست تاجرا في ذلك، وإنما أتعلم منه ما يكفيني بصفتي مستهلكا شاري شي بايع. ولكن الذي في مهنة ما وجب عليه قدر زائد على عموم الناس، حاجة زيادة عليه واجب يتعلمها من فقه ذلك المجال. ولذلك كانت أمة المسلمين حينما كانوا يعملون بمقام الفقه وبمنزلته في الصدر الأول من الإسلام، إيش كانوا يديروا؟ يجلسون في حلاق العلم في المساجد، يتعلموا أحكام الشرع في كل ما يخص كل ذي حاجة وكل ذي مهنة. مول البزار والكامون يجي يقلب على أحكام البزار والكامون، مول البيع والشراء في الذهب يجي يقلب على أحكام البيع والشراء في الذهب، ويقومون بمصائب وأنا أعلم ذلك وخبره مستفيض. بزاف ديال البيع حرام كيوقع عند مولين الذهب وهم لا يشعرون، خصهم يعرفوا واجب عليهم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، في حديث رسول الله الصحيح: يدا بيد، سواء بسواء، هاء وهاء، كيلا بكيل، وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. حديث صحيح واضح قاطع، عند أرباب الصناعات واجب عليهم أن يتعلموها، قلبوا عليها، كل واحد حرفته يقلب على حرفته، الفقه ديال الحرفة دياله. فإذا الفقه في الدين يدخل فيه علم الشريعة عمومها وخصوصها حسب خصوص من يتعلق به، هذا القسم الأول. المرتبة الثانية أو القسم الثاني من الفقه في الدين فقه النفس، فقه النفس، وهذا مستفاد من هذه الآية: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. لأن النفس التي لا تحضر مريضة، فقه وعضني ويقول لي وقلبي بحل حجرة، عندي شي مشكل، إذن فوجب أن أتعلم فقه النفس لكشف مخابئها ولاجتثاث أمراضها ولعلاج أدوائها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ووجب عليك أيها العبد أن تعلم مداخل الشيطان إلى النفس، ومن أين تؤتى نفسك. كل واحد تقبى منين كيدخل له الشيطان، اختلف الناس في هذا، ولا أحد يخبر نفسك غيرك. عندها يجيب لك بالك زعما شي واحد غادي شي طبيب يعالجك نفسيا بهذا الشكل الإيماني، أبدا، أنت لأنك أنت تعرف نقطة ضعفك، كدير الجريمة الفلانية، تقع في الذنب الفلاني، سل نفسك لماذا، ما كاينش اللي يعرف من غيرك، سل نفسك لماذا، أتجد رغبة لذلك، أتجد دافعا ما
من أين أنت تضعف؟ منين عندك الضعف؟ بحث على نفسك وقلب في نفسك الداخل ستجد. إذا ما هربت شيء وما تهربت ستجد ثغرتك، فحينما تجدها قبض عليها، وديك الساعة عرضها على الفقه، قل له عندي المشكلة الفلانية، ها منين عندي الضعف، هو يصرف لك ديك الساعة الدواء. أنا إيدي، وإنما الشافي هو الله. ففقه النفس معرفة مداخلها ضعفا وقوة، ومعرفة أدوائها وأمراضها تشخيصا وعلاجا. لا بد من فقه النفس لمعرفة من أين يدخلها العجب، ومن أين يدخلها الكبر والكبرياء، ومن أين وكيف تكون ظالمة لنفسها. كل ذلك من فقه النفس. فوجب على المسلم أن يعرف نفسه ليسلك إلى ربه. النفس إذا عوجت لا تستطيع أن تستقيم على الصراط المستقيم. ومن قبل قال الله عز وجل في القرآن العظيم حكاية عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لما رجعت للنفس وبدأت كتقلب لقات عندها التقبة في النفس. ومن قبل كانت تكابر وتزعم على يوسف عليه السلام ما لم يقترفه، ولكن حينما رجعت إلى نفسها وبحثت صادقة وجدت الداء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وجب على الإنسان أن لا يبرئ نفسه. اتهام النفس قبل اتهام النص. كيف اتهام النص؟ بزاف الناس يتهموا النص القرآني والنص الحديث، كتقول له إيوا كيقول لك ودي أنا مريض عندي كذا وعندي كذا، كتقول له صلي توضى دير هذه درتها وما براش معناتها زعما داك النص ما خدامش، هذيك الصلاة ما نفعتنيش. اتهام النفس أولا قبل اتهام النص. المشكل عندك أنت. صدق الله وكذبت بطن ابن أخيك. صدق الله، لا نتهم نص كتاب الله ولا نص حديث رسول الله، ونتهم أنفسنا. وكذبت بطن ابن أخيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة العسل والشفاء والاستشفاء به. وكذلك الشفاء والاستشفاء بجميع المعاني، مش غير الشفاء العضوي، أيضا الشفاء من أمراض النفس، من كبرياء وعجب ومن تخاذل واستجابة وضعف واستجابة للشيطان وللشهوات. كل ذلك أمراض يجب أن تتهم النفس فيها، وما تتهمش الواقع. هذيك العلاقة اللي عنده شيء وسخ كيمشي يعلقها فيه، الزمان خيب، لا أنت اللي خيب. قال الشافعي رحمه الله: وما أدراك ما الشافعي حينما ينطق بالحكمة: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. يقول لك هذا الزمان خيب، شكون اللي خيبه؟ ياك الشجر هو الشجر، الهواء هو الهواء، الماء هو الماء، شنو هو اللي خيب؟ بنادم. شكون بنادم؟ أنا وانت والاخر والاخر. فلما نبحث عن مشاجب خارج انفسنا وفي انفسكم افلا تبصرون. اول الاصلاح للنفس الكشف عن خطاياها وفضحوها. راك تخبى عليك، شدها وفضحها، فضحها لنفسك وجرمها. جرمها يعني انسب الجريمه اليها، فانها هي المجرمه. ومن قبل قالها البصيري رحمه الله: وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. رحمة الله عليه، رغم ما في بردته ما فيها، أنا أعرف ذلك، ولكن مذهبي في هذه آخذ الحق وآخذ الحكمة وأدع ما دون ذلك. يكون شيء بنادم يقول نيت صافي، هذا غلط واحد الغلطة واحدة رميله كل شيء دياله، هذا غلط عند كثير من الناس. القاعدة الحديثية في الجرح والتعديل: من كان فضله أكثر من نقصه رد نقصه إلى فضله. فنترحم عليه ونستغفر له، ونأخذ ما عنده من الحق وندع ما عنده من الباطل. هكذا الحكمة إن شاء الله، وحكمة فعلا. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. قد تقول لك النفس ديالك وهذه حقا غادي تكون مزيانة بهذا الشكل ويبين لك الربح فيها، هكذا تفعل لك النفس، وهو شيء من الهوى، هي بغية هذاك الشيء، ماشي لأن الله عز وجل يطلبه أو أنه يحبه عز وجل، لا، نفسك بغية لك، تبين لك الربح في الخسارة وتبين لك الخسارة في الربح. كذلك إبليس طبعا من باب أولى وأحرى: وإنهما محضاك النصح فاتهمي. فهذه النفس إذن وجب أن نكتشفها، كل واحد مع رسول. وأصل ذلك في كتاب الله، أصل ذلك في كتاب الله. حينما تجبر الكفار وعاندوا في مجادلة محمد عليه الصلاة والسلام، تعبوه وعدبوه بالجدال دياله، أنزل الله عز وجل قوله:
قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذه الآية نص في التفكر النفسي الوجداني الذي لا يقع للإنسان ولا يصح ولا يمكن إلا إذا كان في خلوة فردية أو على الأكثر ثنائية. أن تقوم لله مثنى وفرادى، عندك مشكل ما تسقدتش الحياة ديالك الدينية، ذنب لاصق فيك ما بغيتش يطلق منك ولا أنت ما بغيتش تطلق منه، انظر خبيرا من الصالحين أخلو به وإليه، أصدقه إن كان من الصادقين، تعاون معاه على حل المشكل. أن تقوم لله مثنى أو وحدك وفرادى، تخلو إلى نفسك، كم منا ومن منا يخلو إلى نفسه من حين لآخر يحاسب نفسه؟ قليل نادر. علاش ما كنلقاش الوقت؟ ما مساليش، ساليت الأولاد، ساليت الدنيا، ساليت كل شيء إلا رب العالمين ما ساليته. سبحان الله. أن تقوموا لمن؟ لله. ونحن نقوم ونقعد للدنيا وما مساليينش، ما مساليينش نموتوا. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، هذا تفكر وجداني، تفكر نفسي مش عقلي، لأن التفكر الوجداني لا يصفو إلا في الخلوة مع راسك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في بيته أو ببطاح مكة أو بضواحي المدينة أو يخرج مع واحد من الصحابة من حين لآخر. شيء عجيب فعلا أن يستجيب الإنسان لنداء القرآن ولإرشاد السنة في فقه النفس، فقه النفس الذي هو جزء لا يتجزأ من فقه الدين. راه اللي فهموا الآية بالنص راه مشى لهم النص الآخر، والبناء لا يقوم إلا كاملا، إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه، لا يقوم بناء الدين إلا كاملا. يتفرغ الإنسان للأحكام الشرعية والعلم الحلال والحرام وحفظ الأحاديث ويهمل قلبه، ماشي غير يهمله، ما عمره ما طرق عليه ولا دق عليه ليعرفه، تكيلقى هذاك القلب غول شوك، فاللسان ينطق بالعلم والسلوك ينطق بالشوك. ما هذا بفقه في الدين؟ إنما الفقيه الحكيم الرباني، وما أجمل هذا اللفظ الربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وإنما علم الكتاب علم حكمه وعلم حكمته، اللي يشد في علم الكتاب يشد فيه جانب الأحكام أيضا الحكمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وإنما الحكمة وضع الشيء في محله، تحط الحاجة في موضع، ولا يقع ذلك إلا بقلب صاف من الشوائب والأهواء. فقه النفس رتبة ضرورية لا يكمل فقه الدين إلا بها. الرتبة الثالثة والأخيرة فقه الحياة، فقه الحياة. وكثير أيضا من الناس يتعلق بالقسم الأول ولا يأبه لفقه الحياة. ماذا يقع؟ يصطدم بالحياة، وإذا اصطدم بالحياة فقد فاشل في تدينه، ما نجح شيء في الدين بيه. كيف ذلك؟ إذا جئت بالدين إلى الناس وصدمتهم أنت المخطئ، أن عندنا الأخطاء ثلاثة، الاحتمالات المركبات ثلاثة، إذا صدمت الناس بالدين، أنت جايب الدين وصدمت الناس، نفروا الناس منك، ثلاثة الاحتمالات، إما الدين اللي جايب ماشي صحيح، أو أنت ماشي صحيح، ولا الناس ماشي صحيح. طيب ممكن الناس يكونوا غلطين، نعم، ولكن ما يمكنش أن كل ما تأتي به يرفضه الناس وهؤلاء الناس مسلمون. ما راكش داخل لبلاد اليهود ولا جايب العقيدة الملح ولا داخل على بلاد النصارى، مسلمون، أبناء مسلمين، فطرتهم على الإسلام. كاين أخطاء شائعة، نعم، كاين ضلالات، نعم، ولكن قابلية التدين عميقة، عميقة في المسلمين، على الأقل في من شد من المغاربة. إذا أحسن الخطاب وجد القلوب مفتوحة. مغاربة ماشي خايبين، معقول، المسلمون عموما، ماشي غير المغاربة، وكان مسلمون عموما، صحيح قد تجد أحد الناس مرتدين زنادقة
ولكن جمهور الناس فيهم خير، والدين لا يمكن أن يكون هو اللي فيه المشكل. فما بقي إلا الاحتمال الثالث، وأنا في المشكل، أنا في المشكل. منين جاي المشكل؟ قد يكون من سوء فقه الحياة، ما عرف شيء الحياة مزيان، فتأتي لأعراف الناس بما ينقضها ويخالفها مما لم يطلبه دين. بعض الأحيان يجيب الإنسان شيء أعراف، أعراف كيرفضها المجتمع. هذا الأعراف ماشي معنت أنه طالبها الكتاب والسنة، أبدا. أعراف في كثير من الأحيان ما نص عليها كتاب ولا سنة، وجاي أنت تصدم بها الأعراف الشائعة في المجتمع. الأعراف لا تقدس ولكنها تحترم إذا لم تكن، هذا الشرط، إذا لم تكن مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله يجب أن تحترم. ومنذ القديم قال الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يؤصل للفتوى كلام عجيب، وهو الرجل المصلح في زمانه، أن الحكم الشرعي حينما يستنبطه الفقيه المجتهد الرباني ووصفه بأدق الألفاظ وأعلاه ويحسن استنباطه ويفقهه، لا ينزله على الناس حتى ينظر فيهم وفي زمانهم، فإن كانوا وكان زمانهم ممن يقبل ذلك نزله على وفقهم، وإن لم يكونوا ولا كان زمانهم يقبل ذلك إما أن يرجئه إلى إبانه حيث يصلح تنزيله وتطبيقه، أو يمهد له بما يجعل الناس يقبلونه. ما معنى يمهد له؟ يعني رب الناس باش يقبلوا هذاك الحكم. رب العالمين ذاته سبحانه ما أنزل تحريم الخمر على المسلمين دفعة واحدة، هو سبحانه قدير، يعني ما غاديش يغلبوه الناس والصحابة باش يحرم عليهم الخمر من اللحظة الأولى، ولكن عالم سبحانه أن لا طاقة لهم بذلك، مازال مرتبطين بالخمر ومازال آثار الجاهلية فيهم، وخا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولأنه عز وجل رحيم بالناس، رؤوف بالناس، ما هدى لذلك الحكم، ما هبطوش بقى واحدة بحد السيف وقطع به بين الصلاح والفساد، وإنما جعل عز وجل ينزل من الآية والقرآن ما يقرب الناس ويرفعهم في مدارج الإيمان، حتى جعل الصحابة أنفسهم يطلبون الله أن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا، وذلك قولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان كل مرة يقول وقد قرب نزول آية تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر، كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن الآيات اللي قبل منها ما قتلتهم ما حياتهم. بعض الصحابة فهموا داك الشيء ماشي مزيان، وبعض الصحابة باقيين يشربوا الخمر تالفين، فجعل عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ما معنى ذلك؟ نضج إيمانهم وارتقت قابليتهم للاستجابة للتحريم، فنزل التحريم اقطع عليهم الخمر وانتهى. فلما قال عز وجل فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا يا رسول الله انتهينا. هذا الذي تحتاجه الأمة اليوم، الأمة مش قبيحة، الأمة تحتاج إلى إيقاظ من يوقظها برفق، برفق، برفق المربين وبرحمة الأنبياء الهادين المهتدين، كما قال عز وجل في حق رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقه الحياة، فقه الناس، فقه المجتمع، سميه كي بغيت، فقه الواقع، أسماء كثيرة لمعنى واحد، هذا من الفقه في الدين. ومن جهله صدم الدين بالناس وصدم الناس بالدين، ويكون عليه إثم ذلك. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكمة في هذا، وما أجمل الحكم، حدث الناس بما يطيقون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يطيقون، فقه الناس، فقه المجتمع، فقه الأحوال. ولذلك حينما أنكرت سابقا اللباس المشرقي، كثير من الناس شكوا أنني أرفض لباس السنة إطلاقا، هذا غلط. الألبسة أعراف أصولها واحدة، ستر العورة أصولها الدينية، ولكن لكل بلد عرفه. فمن فقه الدنيا ومن فقه الحياة أن تنزل السنة على وفق الناس. أنا يعجبني بزاف لما تدير النقاب، شيء جميل وشيء مندوب حسن، ولكن ديروا على الطريقة المغربية. علاش ما تدير شيء جلبة ولتم كما كانت أمها وجدتها؟ صح تديروا أفغاني عادي تسمى النقاب، هذا غلط، ولكن ما الداعي في ذلك؟ نفسي، أمراض النفس، لأن الطرف من الفقه في الدين خلينا. وأنا أعلم
وكثير من الناس يعلم أنه إلى خرجت شي مؤمنة بقية صغيرة بالجلبة والتام تخاف يقولوا عليها مرة شارفة نفسي، ولو لبسته على طريقة المغاربة ما استطاع أحد أن ينبس بكلمة، ما استطاع أحد أن ينبس بكلمة. دير فيه شروط السنة من الساعة، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون كاشفا ولا واصفا، كل شيء ديره. وقد كان جلباب المرأة المغربي القديم هكا كان، وكذلك الرجال، الرجال تكلمنا عليهم مرة سابقة. فقه الحياة، فقه الحياة. نعود إلى ديننا ولكن على ما لا ينقض أعرافنا الصالحة. إذا كان شي عرف فاسد بحال الأعراف ديال الأعراس الجرائم، ما نقولكش أودي ما تكسرش الأعراف، لا، هذا عرف حاربه، واجب عليك أن تكسره. فلا كرامة لعرف ولا قداسة له ولا احترام إذا كان هذا العرف يخالف كتاب الله وسنة رسوله مخالفة صريحة. ألبسة النساء والرجال في ذلك سواء. وكل مظاهر الحياة، الفقه، فقه الحياة أيضا، فقه التنزيل. وكان مالك رحمه الله وهو إمام أهل السنة والجماعة في عصره. ومن فقه الحياة، قبل ما نحكي على مالك القصة ديال الفتوى ديالو كيفاش كانت دايرة، أنبه بعض الصالحين ممن أحبهم أن يهتموا بفقه مالك وبما رواه مالك. راه من عدم فقه الحياة ومن عدم الحكمة أنك تخرج حديثا في مسند أحمد رحمه الله ورضي عنه وعلى رأسنا وأعيننا، أحمد بن حنبل، والحديث مخرج في موطأ مالك، ووجدته وقرأته وشاهدته مرارا. هذه الضبعة هكا نسميها، الحديث مخرج في الموطأ. شكون اللي سبق في التاريخ، أموطأ مالك أم مسند أحمد؟ هو أحمد بن حنبل، ما أدراك مالك، ما عمره ما شافه. وإنما أحمد تتلمذ على الشافعي، والشافعي تتلمذ على مالك، أذكره جدو في العلم ماشي بواش. ومن أوائل المصنفات في الحديث، وقيل أول مصنف من الصحيح، وقد اختلف في صحة ذلك، على كل حال مالك موطأ يعني. فمشي معقول أنني نخلي الحديث من الموطأ ونخرجه في أحمد. مزيان، رواه مالك في الموطأ وأحمد بدرجة ثانية، لأنه تاريخي هذا قبل منه. أم أنك تفضله لأنه أصلح منه وأتقى؟ فمن أدراك بذلك، وإنما هو أمر القلوب لا يطلع عليه إلا رب القلوب. والأمة أجمعت على إمامة هؤلاء، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي والطبري وغيرهم كثير من علماء الإسلام، مجمعون على إمامتهم وفضلهم، ولا يجوز لأحد أن يتعلق في أذيالهم نقدا أو اتهاما إلا إذا كان عالما وبأدب العلماء. كيجي واحد ما يفرق من الليف من الباء ويبدأ يهجم على الإمام مالك، منكر، جريمة في حق العلم وفي حق الحياة وفي حق الدين قبل ذلك وبعده. فمن فقه الحياة أن تناسب الناس زمانا ومكانا. وفقه الحياة في الحقيقة واسع، يصعب علي حصره، وإنما هذه بعض نتفه وبعض طرائفه. وإلا فإن على المؤمن أن يعرف الناس قبل أن يتحدث إلى الناس، وأن يعرف الناس قبل أن يعيش بين الناس بدينه. يتحدث عن الدين، وأرجع إلى مالك، إنما كان يفتي الفتوى خاصة لما يجي عنده الغرباء حتى يسألهم من أي بلد هم. كيجي واحد من الأندلس قطع آلاف الأميال، ما كيعطيش الإمام مالك هكذا الفتوى مقرطسة مقوطة هكديها، لا أبدا، يسأله عن بلده. لما؟ ليفتيه على وزان ما يصلح تنزيله على بلده إن كان يعلم طبيعة بلده. وإلا سأله كيف العمل عندكم وكيف الشأن عندكم. واشتهر عنه رحمة الله عليه أنه ما كان يفتي في أمور النساء إلا من بعد أن يسأل النساء، وما كان يفتي في أمور الصنائع إلا بعد أن يسأل أرباب الصنائع. يجي واحد من النجار يسول على شي خدمة في تنجار، كيقول له لا، تنسول النجار اش كيديروا في هذه القضية، كي دايره هذه الحرفه عندكم، كي دايره هذه المساله، كيفاش كتصنعوا البيبان، الا كان المشكل في البيبان كيفاش كديروا في العقود، كتسبقوا الفلوس ما كتسبقوهاش، حتى يعلم العرف الجاري. ليفتي على وزان ذلك بحكم الله، ماشي باش يدير اهواء الحدادين والنجارين او غيرهم من اهل الحرف والمهن، وانما حتى لا يصدم الناس بما لم يقل به كتاب الله ولا سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. والشافعي رحمه الله معلوم عنه
أنه كان له فقه وهو بالشام، وحينما رحل إلى مصر صار له فقه آخر. وكتب الشافعية الآن كتلقى فيها قال الإمام الشافعي في القديم وقال في الجديد، يعني عنده فقه قديم وفقه جديد. منين جاء جديد؟ أرحل من بلاد البلاد، أرحل من بلاد البلاد وتبدل الفقه دياله. علاش؟ تبدلوا الناس، تبدلت الأعراف، الناس اللي في الحجاز ولا اللي في الشام ماشي هما اللي في مصر، واللي في مصر ماشي هما اللي في المغرب، تبدلت الأمور. فالفقه قد يرتبط بالأحوال بما لا ينقض النصوص. المذهب المالكي نفسه في العراق، والعراقيون فيهم مالكية قديما، والبحرينيون إلى اليوم، بحرين فيها طائفة كبيرة من المذهب المالكي، وفي مصر المذهب المالكي. هؤلاء المالكية في المشرق فقههم، الفقه ديالهم الفتاوى والنوازل مختلفة، ياك مذهب واحد مختلفة على نوازل وأحكام المالكية في المغرب وفي الأندلس، لأن البلاد ماشي بحال بحال. بلاد الماء والغابة والشجر والوديان والبحار ماشي بحال بلاد الصحراء والخلاء، مختلفة. طبيعة ديال البلاد كتأثر على ممالي البلاد وعلى حاجات البلاد. المشارقة كانوا ينكرون عقود المزارعة والمغارسة، يعني تخمست تربات أو كراء الأرض بما ينتج منها أو ببعض ما ينتج منها، لأنه لا يستجيب للأصل الشرعي وهو صحيح الناحية الظاهرة في الحكم الشرعي ديالو صحيح، يعني لا يجوز، ولكن المغاربة جوزوا، والأندلسيون خصوصا. وللمشارقة حجتهم وللمغاربة حجتهم، وكل واحد على حسب المكان ديالو والبلاد ديالو، وسأبين. لأنه لما كدير مع الرباع ولا الخماس كما بغيت تسميه، كدير معاه أنه هاد الجنان يسقيه أو يحرطه أو يغرسه، على أساس أن الإجارة ديالو والخلاص ديالو غادي يكون بالربع ولا بالخموس ولا بالثلث. انت الملك ديالك ما غاديش تضرب تمرة، هذا الأجير أو الخماس أو الرباع هو الذي سيشتغل العام كله وضرب تمرة. في خير العام جات الجيحة، لا قدر الله، هذا في المثال، جات الجيحة برورية ولا شي برد ولا شي ريح ولا شي حرارة، خربت هذاك الجنان وديك الزراعة، ما طلع منها والو. مول الجنان ما ربحش ولكن ما خسرش، والخماس ضرب تمرة العام كامل ودا صفر. ولذلك قالوا يعني هذا غرر فيه نوع ديال القمر. ثانيا ملي تقول له الربع ولا الثلث هو الكرا ديالك، ما نعرف شحال يطلع هذاك الربع، ما عندناش تقدير. اذا كان مثلا مشماش ولا تفاح ولا تمر شحال غادي يعطي هذا العام؟ قليل ولا كثير؟ يقدر الثلث واحد العام يكون يقدر الغرض يغنيه العام كامل، ويقدر واحد النهار يدي فيه واحد القفيفه شي اللي عطى الله في الثلث. فهو فيه جهالة وفيه غرار، ولذلك أبطلوه استنادا إلى الأحاديث التي تبطل عقود الغرار والتي فيها جهالة، وعندهم الحق. ولكن المغاربة والأندلسيون وحلو، علاش؟ لأن البلاد كلها فلاحة وهادوك ما عندهم فلاحة. شحال من جنان كاين في الواحات اللي في الحجاز؟ ثلاثة ولا أربعة جنانات. ولذلك اضطر المغاربة والأندلسيون إلى البحث عن أصل آخر لتنزيل الحكم على وفق زمانهم ووفق مكانهم ووفق إنسانهم. سأعضد ذلك بأمثلة أخرى بحول الله. النبي عليه الصلاة والسلام علم عنه في الصحيح الثابت أنه عفى عن زكاة الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم ما خدا شيء الزكاة في الخيل، عفى، قال اللي عنده شي خيل الله يسمح ما يخرج زكاة، وأخذها من الإبل الجمال، وأخذها من البقر، وأخذها من الغنم، وأخذها من الطعام وما شابه ذلك. لأن العرب آنئذ ومنهم المسلمون لم يكن مالهم في الخيل، وإنما كان مالهم في الإبل في الجمال وفي البقر بعد ذلك والغنم. العرب فين كانوا كي يستثمروا الفلوس ديالهم؟ في الجمال. حتى كانت العرب تطلق المال على الإبل، كيقولوا فلان عنده مال كثير، عنده فلوس بزاف، يعني الجمال بزاف، لكثرة ما استثمروا أموالهم في الإبل. طيب إذا بغينا نطبقوا هذا الحكم بدون فقه للزمان والمكان والإنسان في هذا الوقت، ماذا ستصنع؟ غادي تمشي لواحد سيدي عنده مئات ديال الخيل، هذه عربية وهذه عجمية وهذو كيادر وهذو كذا، تقول له ادي عفا عن زكاة الخيل، ما عندك زكاة. وتمشي لواحد المزلوط عنده 40 شاة تقول له أرى وحدة، هذا قلبون لمقاصد الشريعة، غير معقول. فعفوه عليه الصلاة والسلام عن زكاة الخيل لأمرين، هذه حكم الشريعة ومقاصدها، لأمرين كان يرتبط بزمانهم وبطبيعة حياتهم، منها أن الخيل كان الوسيلة العسكرية الأولى، كان هو الدبابة يحتاجه في الحرب، فإذا أخذت فيه ومنه الزكاة غادي يكون هذاك نوع
من عدم التشجيع على اكتساب الخير. الصحابة ما يبقوش يشريوا الخير بزاف، المسلمين بصفة عامة بعد جيلي، ما الصحابة هم منزهون على ذلك لأنهم غادي يشريوا ويعطيوا للجهاد. ومعلومة أن في معركة بدر ما كان مع المسلمين من الفرسان إلا 19 فارسة وفرسة، كانوش الخيل باش يقاتلوا. تلقى الرجلان جوج يتداولان على الخيل الواحدة أو على الفرس الواحدة، كيركب هذا كيقاتل شوية وينزل ويعود يعطي الخوه يقاتلوا. خص يكون الخيل كتير. ثم إن الخيل بالنسبة للعربي حيوان مستهلك غير منتج، ما فيه حليب كيشربوا شيء البنو، ما كيأكلوا شيء الحمو، ما كيصلح له دورة، ما فيه صوف، لمن كيصلح لا شيء إلا للقتال وللسفر. والإبل بالنسبة إليهم في السفر أحسن، يركبونها في السفر ويقاتلون بها ويشربون ألبانها ويدبغون جلودها ويلبسون أوبارها ويأكلون لحومها. تقريبا الإبل الجمل ما تلقى حتى شي حاجة منه ضيعة، كله منتج وما كيأكل ولو. علاش ما كيأكل ولو؟ لأنه كيسرح. والخيل خصك تحشلو الحشيش وتجيب له وتعلفو ما هي وما لونها باش تركب عليه، لا أقل ولا أكثر. فما كان الناس من العربي يكسبون الخيل كثيرا، وكانت حاجة المسلمين إليها شديدة لأنه الدبابة باش كيقتلو. فعفى عن زكاة الخيل تشجيعا لاكتساب الخيل. هذا الشيء ما بقاش دابا، ما بقاش الخيل هو الدبابة، فصار يكتسب للتجارة وللربح، فتغير المقصد فوجب أن يتغير الحكم بناء على قصد الشارع. لمن يفقه الزمان والمكان والإنسان بهذا المنطق، فقهاء المغاربة تعاملوا مع كثير من الأحكام التي قال بها المشارقة في المذهب المالكي وخارج المذهب المالكي، خالفوا على حسب ما يناسب بلدنا وطبيعة إنساننا. عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن زكاة الفواكه والخضروات والبقول والفصافص، وفي الحديث ليس في الفصافص زكاة، الفصة العرب ما كانوا يحرتوا فصة، شوية الفصة، ثلاثة القمام من الأربعة القمام ديال الفصة باش يعطي لشي نعجة ولا جوج نعجات ولا للخيل دياله. الآن طبق العفو وما تاخذش الزكاة في الفصة للناس اللي حرتوا هكتارات من الفصة، تقول له عفا عن زكاة الفصائص أو ليس في الفصافص زكاة. الفواكه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها الزكاة، علاش؟ ما كانت عند العرب فواكه، اللي عنده واحد المشمشة واحدة في واحد الغرسة ما قال أحد لحد كيقلع منها شوية باش يعطي لوليداته، تقول له رزقها. لما جاء واحد عنده الآن فيرما ديال لافوكا ولا ديال البنان، تقول له ودي النبي صلى الله عليه وسلم ما خداش زكاة الفواكه، وتمشي لمول الشعير تقلع له الزكاة وتخلي مول البنان ومول لافوكا، مقلوب. وإنما الزكاة تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء، احنا باغين نقلبوها. ووصل إلى خبري كثير من المصائب ديال بعض الفلاحين والكسابين اللي ما كيبغيش يعطيو زكاة ديال البقول وديال الخضروات وديال الفواكه، كيقول لك ما كاينش في المذهب ولا في السنة فيها الزكاة. الزكاة ترتبط بالغنى، عندك الفلوس ولا ما عندكش الفلوس، ما كيهمنيش واش مصرفين في التفاح ولا مصرفين في الفصة، الفلوس خصهم يخرجوا الزكاة، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. الفقه في الدين ماشي غير يتعلم الإنسان الأحكام ويخرج على الناس بالفقه في الدين، وينسى أحكام النفس أو ينسى أحكام الحياة والناس والمجتمع، سواء كان فقيها أو كان عاميا، حتى العامي مطالب بنوع من الفقه في الحياة باش ما يديرش حلم بهدلة ويبهدل الدين ويبهدل راسه ويكون من الآثمين ويبغض الناس في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.